نحن هسه في مدرسة أم الغرة بنات أركويت من 64، هي من المدارس الأنشأت بالجهد الشعبي عام 1991. قبل 3 سنوات نزلت المحلية على سن تام التنمية للمدرسة، فكان برنامج إنه تكسر 4 فصول عشان تعيد تأهيلها. فالمسألة دي يمكن لها 4 سنوات، والبيئة هسه يعني 3 سنوات دي كانت صعبة يعني على الطلبة وعلى الطالبات قاعدين برا كويس. ففي بعض المشاكل بيقول إنه يعني المحلية ما أوفت للمقاول الشغال عشان يقدر ينجز المهام. فنتمنى يعني من المسؤولين إنه يتحركوا شوية عشان يوفروا البيئة المدرسية الحسنة. وللعلم إنه هي يعني بوضعها ده هي كانت الأولى على مستوى المحلية. بالنسبة للمدرسة طبعا بعد ما جات الإزالة بتاعتها وعدونا في خلال 6 شهور بيسلمون المدرسة، والحاصل للسنة الثالثة طبعا المدرسة لغاية هسه ما اكتملت، وعندنا الشغل يعني بدأ بعد ما المطر اللي كانت ثقيلة دي كسرت المدرسة بالجنبات الشمالية، واتصلنا للمعتمد والجماعة دي كلهم جو عملوا البياض ده طبعا والشغل وقف تاني. طبعا أنا من المدرسة تاني شهر اضطريت أنقل بنتي لمربوح تاني من المدرسة نسبة للوضع اللي فيه المدرسة، يعني حياة موقعة، حمامات لا مؤاخذة، يعني ممكن الصور اللي أخذوها تبرهن لكم الوضع. يعني كنت بتمنى نجاح بنتي في المربوعة الثانية يكون من المدرسة دي، لأنه أنا أسكن المربوعة اللي هي غايمة فيه المدرسة أساسا. يعني مش أنا براي، ممكن 15 أم أو 16 أم نقلوا بناتهم نسبة للوضع بتاع المدرسة. المدرسة دي كانت قايمة على العملية التربوية بأكمل وجه، وجاء المعتمد وكسر الفصول وكسر السور وكسر مكاتب الحي اللي هي كانت فيها مستندات الحي ومستندات الجمعيات التعاونية، لأنه المدرسة دي كانت قايمة وقايمة بالعون الذاتي، فما ما ما كانت محتاجة لأنها تجي تكسرها وتخليها تجي الهوام. حتى الشماسة بيضحكوا علينا بيقولوا ده دي مدرسة ولا وكر، فما عارف ان احنا يعني المدرسة يعني الآن حتكتمل 200، والآن الكلام ده له 2 سنين بالضبط و6 شهور، لدرجة انه في الشتاء بنحط لهم شوالات عشان الطالبات يعني يشعروا بالدفء وما ما ما يكملوا دراستهم. ودي مدرسه بتاعت بنات فيها الاطفال الصغار وفيها البنات الكبار، وزي ما عرضت لكم الصور انها ما فيها سور وما فيها ابواب، وكل ما تمشي لجهه تقول لك ان احنا قروشنا ما ادونا لها او مستخلصاتنا ما ادونا لها. فما عارف مين الجهه المسؤوله من الكلام ده. البيئه المدرسيه اللي بيعيشوها بناتنا بتمر عليهم الفصول الخريف والشتاء وهم في المنظر ده الكاميرا اللي هو شافته، وأغلبية ال3 سنين اللي فاتت دي كانوا بيدرسوا خارج نطاق البيئة اللي افترض أن توفر لهم للعملية التعليمية. كذلك يعني نحن المدرسة دا نعرف ليه كسرت، يعني كانت وضعها قابل للعملية التربوية والتعليمية. الآن الحوش أصبح يعني البهائم السائبة تخش، المجانين يدخلوا فيه، معرض يعني لأخطار حتى ديل يعني تلميذات يعني ممكن تحصل أي شيء، ففي خطورة لحياتهم فنحن بنطالب الجهات اللي قصرت في الموضوع ده وهي عارفة نفسها تماما حقه إنه تلتفت للموضوع ده بجدية وتتعامل معه بالقدر الكافي. المباني دي والله طبعا هي اصلا كان في خطه المحليه لتطوير المدارس، وهذه الخطه يعني كان المفروض تكون من اكثر من 5 سنوات المدرسه تخش في البرنامج، وخشت السنه اللي فاتت خشت قبل 3 سنوات في البرنامج وتم تكسير المدرسه لاجل التاهيل، لكن القصور او يعني الالتزامات المحليه تجاه الشركات المنفذه
يعني كان للأسف سلبي جدا. اضطرت بعض الشركات المنفذة لبرنامج نقيف لأنه الالتزامات المالية كانت غير موجودة.